انطلقت فعاليات تنظيف قاع البحر من المخلفات بالميناء الشرقي للإسكندرية بمشاركة مجموعة من الغواصين تحت رعاية وزارة البيئة، وأسفرت الحملة عن استخراج كمية كبيرة من الأخشاب والأكياس البلاستيكية والزجاجات من قاع البحر، والتي تهدد الثروة السمكية وتضر بالبيئة البحرية. احنا بنعمل حاجة يعني يمكن نقول عليها هي خاصة بالبيئة شوية، وتنظيف قاع الميناء الشرقية في مدينة اسكندرية. وكنا محتاجين اولا ان احنا نعمل حاجة زي دي عشان نقول للناس ونوعي الناس كلها ان فعلا ان احنا نحد من ان احنا نرمي ورق او نرمي اكياس او نرمي اي مخلفات في البحر. احنا عندنا مصر بتتمتع بمسطحات مائية كبيرة جدا، نحافظ عليها، نحافظ على الثروة السمكية. اعتقد هو ده المستقبل بتاع بلدنا.